بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أجيال. كل أحد كنتلاقاو بكم باش كنهضروا على بزاف ديال المواضيع اللي كيهمكم. ما تنساوش أنكم دائما ممكن أنكم تتابعونا اترافيغ لاباج ديال أجيال اللي كاينة في فيسبوك. تقترحوا علينا شكون هما لي زانفيتي اللي بغيتو يكونوا حاضرين معنا. قبل ما نتعرفوا على الفنانين اللي حاضرين معنا اليوم، نرحبوا بياسين جرام. صباح ياسين. صباح بخير. لاباس عليك؟ الحمد لله. نرحب ضيوف اللي حاضرين معنا اليوم بالثانوية التأهيلية عمر إدريسي الخصوصية، مرحبا بكم معنا. هيا هنا. شكون لي زانفيتي اللي حاضرين معنا اليوم ياسين؟ لي زانفيتي كاين معنا واحد السيد اللي كلكم غادي تكونوا كتعرفوه، واحد الكوميدي اللي عاد بدا ولكن بادي مزيان وغادي مزيان، كلشي كيبغيه، رشيد رفيق. ومعنا ايضا المغني اللي غادي يقول لكم اليوم انه غادي يبدل شويه لا كارير ديالو. لا توا هذا غادي يبدا. غاني مرحبا بي معنا. لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي بخير الحمد لله. غاني نهضروا على الاغنيه اللي درتي جديده مع تو تاون. المكتاب. كيفاش دازت لا كولابوراسيون مع تو تاون والاسبري ديال الاغنيه؟ لا كولابوراسيون دازت من داك الشيء الخارج الحمد لله، يعني واحد الانسان اللي بان ليا هو بروفيسور داك الشيء الرفيع الله يخليك عافاك فوالا. خارج ما فهمتي داك الشيء خارج ما رفيع ياك خارج. دونك جو في ليسي بيان سور لا بارول ا مسيو رفيق كي فا بارلي اون فرونسي دو لا شونسون. سي فو بلي فريمون انكرويابل ستروفانش. C'est M. Yassine Jaram, c'est un bon environchiste. Ouais. Voilà, je te jure. Et Rizlan, merci beaucoup, merci Duzem. Merci. Et là, tout à l'heure, hein. Bah oui, hein. Merci. 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 لا على حساب الماء. الكلمه ديال روبيني ماشي بحال الماء معدني طبيعي خالي من الجرح. قول لي طلقوا لكم واحد الاشاعه مؤخرا مع المونديال توليداز، قالوا بلي كنت انت وكريستيانو رونالدو تلاقيت ولا شي حاجه بحال هكا، صح الاشاعه ولا نو؟ كان عيط لي لقى التليفون ديالي طافي. قلت لا ما تمشي لمراكش تلاقى مع تما مع الخدمه وداك الشيء. الغد لي في الصباح كيعيط لي نيمار صافا بخير، قلت له انا في البرازيل سي بون هادشي اللي كاين. نكملوا على لا شونسون. نكملوا على لا شونسون. فات لو تيتر ديال مع تو تاون ديال المكتاب، اون اترافايي في انتر المغرب هولندا اي دبي. سيتي اون اكسبيرونس مزيانه بزاف لانه دخلت لواحد المجال اخر اللي ما كانش يعني عمرني غنيت فيه ديال لو راب اي لا شونسون. بقيت انا في لو ستيل ديالي هو في لو ستيل ديالو، وسيرتو خدم معنا حميد داوسي اللي حاول يمزج بين يعني لي دو ستيل. والحمد لله لا شونسون راه غاديه مزيان تما، والحمد لله جو سوي كونتون انها خدات هاد لومبلور. حميد داوسي اللي كنشوفوه حتى هو في لو كليب واللي غادي نشوفوه تو سيت باش تعرفوا الاغنيه ديال تو تاون مع غاني مكتاب. الكليب فين صورتو؟ المشكله هي الانجليزيه. تبارك الله عليك. وي عرفتي ولد كنطير في الانجليزيه. وخاصنا نسمعوا رشيد رفيق يقدم لنا الكليب عاوتاني بالانجليزيه. غادي نسولو خصنا نسولو بعدا بالانجليزيه. لا بيكوز اكسكيوز مي يس اوف كورس يس كرافت. شادك اسمح لي قاطعتك، هذاك اللي هو كيعيش في الانجليز ما كثرش ما عاش في المغرب بزاف، ولات عنده لونجلي بالدارجه. واحد النهار جا البرد قال لهم بليز How dirty do? Okay, excuse me, Rashid. Yes. France, Denmark, Finn, Queen, Star, Cable, all location, true, could play for Snap Shady. I wait to my eyes to Ronaldinho. That's your way. Le personnage français, and du quairia. دابا مثلا السبليون فاش كيبداو يدويو مع بعضياتهم كيدويو بالكساف، تقول له لا سي سي خطافي، فهمتي؟ كتمشي لفرنسا تلقاهم كيدويو حد هنا، فوتوكوبي. حنا ديالنا حنا لا بدا كيدوي معاك تيتفاهم معاك، بدا كيشرح لك الضارب مع واحد كيشنق فيك التعب، شديته بحال هكا فهمتي، كيزيرك انت ما درتي ليه والو فهمتي، وكيبدا والله العظيم حتى نخليو فيها الارض ما كاين والو. غاني عجبتك الاكسبيريونس؟ علاش جبناها معاك؟ صراحة لا صراحة أول مرة شرف ليا كبير نكون مع غاني. شرف ليا أنا باقي صغير، باقي ما دخلتش لا راديو لا تلفاز لا حتى شي حاجة، أنا تنشوفه يعني شرف ليا كبير وكبير بزاف. وثاني حاجة أول مرة تنشوف غاني بيض من غانا. أول مرة من غانا.
واش تعاود ليكسبيريونس عاوتاني مع رابور؟ واش عجبتك هذيك ليكسبيريونس ديال فيتورين مع رابور؟ عجبتني ليكسبيريونس باش نعاودها، ما نعرفش محاولش نعاودها، ولكن نشوفوا حاجه اخرى، نمشيو لحوايج اخرين بيان سور. انا جو سي اوفير اتوت زعما اتوت بروبوسيون اللي يمكن لي غادي تجيب شي حاجه اضافيه لا للموسيقى ولا للمستمعين ولا حتى للزارتيست. غادي نواصلوا مع الفقرات اللي معنا في اجيال وفقره واش عنده ما يتقال. في كل حلقه كنطلبوا منكم الا كانت عندكم شي موهبه وتجوا تحضروا معنا هنايا البلاطو ديال اجيال، كتبوا لنا في لاباج ديال اجيال اللي كاينه في فيسبوك. ومرحبا بكم معنا. شكون اللي معنا اليوم في هذه الحلقه؟ كاين معنا واحد السيد موهبه ديال لا دونس مي باقي ما بريباريش. معنا واحد السيد سميتو كاذب مونكاش، هذا الدري هذا عنده 25 عام وهو ديجا خدام سو شيف ديال واحد الريستورون جابوني ديال السوشي. وكيقراو من بون كروشي مع كاتخيام اني كاتخيام اني في لا كويزين جينيرال. وميم طون هاد السيد هذا كيرسم وكيدير جرافيتي وكيقدر يرسم لوحه في دقيقه. صبروا معايا كريم. عليكم السلام، مرحبا بكم معنا في اجيال. شكرا بزاف، بارك الله فيكم. لي شرف نكون معكم حتى انا ان شاء الله اليوم. واحد لوشو ان شاء الله ديال الجرافيتي، لو ارت سبراي جرافيتي، رسم سريع. تشوفوا دي طابلو ان شاء الله في واحد زمن قياسي، خليكم تشوفوا ان شاء الله. غني انت فايت لك؟ انا فايت لي انا زوين. شفت هذا الشيء واعر ماتيريال ديال كولوريد بعدا لايك من البحر. خاصنا نديرو ليه الكرونو باش نشوفو شحال ديال الوقت غادي يدير. سيداتي وسادتي، دابا في الحمراوات كناخدو تاع الدارت تاع الدارت فوالا. غندير شوميشه؟ وي. وهالميرو قول اصاحبي قول، ما تحشمش انا بحال باك. قول لا تي زوين، تبارك الله داكشي زوين. لا ودابا واش خلينا بدا يتكونسونطرا ولا لا؟ هو مكونسونطري ما كيهضرش معانا هو كاع. حتي دو مغزل. هذا جو بونس هذا غروب الشمس ولا ولا ش... اه هذه الطلعه ديال الدومار. هذه الطلعه ديال الدومار. هذا سي كوشي دو سولي. حدا البحر وسالت البابا بالطونوبيلة بكري. ولا كيما كتشوفوا دابا نخلة ديال الحياة. كتعبر على الحياة نخلة، كتعبر على الحياة بطبيعة الحال. والشمس كتعبر على يعني على فيق بكري. فهمتي الشمس؟ الغروب هذا غروب. كان شموس، فين كان شموس؟ ما كانش. لا ما كانش ديك الساعة. ما كانش، الله يذكره بالخير. هذا الغروب هذا ماشي الشروق. مش عرفتي شنو الفرق؟ الشروق، الشروق كنعرف عزيز تكون في دهنا. الغروب غروب. فوالا أول طابلو. فوالا. هذيك ديال لاصوص. لاسينياسيون هذيك ضروري. برافو. 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 بارك الله عليك. تبارك الله. طابلو مانيفيك. برافو عليك، برافو عليك، برافو. جوج ديال الدقايق. عطيها لي، عطيها لي اللحظه. لا عندي انا هاي. هذا الطابلو الثاني. هذا الطابلو الثاني. ما عندكش هذا يا رشيد؟ لا ما عنديش. لا الحرفه كونسونطري والله كونسونطري. ودابا قلع معايا، قلع معايا شغل. يلاه سيرو نحاولوا نديروا ديفينات شنو غادي يرسم. هاذ الخواتي الاخرى الاولى. اي 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 القرفه. سكر كلاس، سكر كلاس. هذه الكراطه بطبيعه الحال عطيونا التحيه الكبيره للكراطه ديالنا. بداو يدخلوا يلعبوا مع الكراطه، بلاتي نضرب بيله عندي. صافي انا عارف هادشي. عرفتي؟ عرفتي من بعد نيويورك. يس. صفقوا على غاني عارف نيويورك. اسمع خويا؟ نو. حتى انا مشيت لها ما كانش في هذا الشكل. لا عاود 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 مشيتي فرنسا. واقيلا انت مشيتي بنهار. لا خصو يعاود لكم مشى لفرنسا وحبسه في الديوانة تما. خصو. قلت تما هي تقول لي هذيك كل شيء داز، هي تقول لي مسيو ايز اون برانس. نقول لها نو ما جابو مش معاه شتي مش معاه. انا في الاول كنت كندير رامي سميتو الرمال. الرمال. انا ذاك انا شوف انا هنايا انا هنايا انا هنايا. برافو كذا. انا نوريو. لا بلاتي بشويه بشويه صاحبي، راه مازال فازك.
أبشر. تبارك الله عليك كريم. برافو برافو. كريم. كيفاش علمتي تصمم هذا السيل هذا؟ ديجا كندير الجرافيتي من قبل، كنت كنرسم على القماش وداك الشيء. الوغ شفت الفكره هذه كانت كيديروها الناس في اوروب، في الامريك، في الدول الاخرى. الوغ شفت هذه الفكره هذه قلت علاش ما نديرهاش انا وندخلها للمغرب البلاد ديالي. صافي وخدمت عليها صافي شي 5 ans دابا وانا خدام عليها 5 سنين. هاد الفن هذا بغيت انا عايد تعرف بالمغرب، باسكو درت اول عرض ديالي في الرباط وكنت رسمت 40 لوحه في ظرف ساعتين ونص. اللي بغى يشوفك في انترنيت كدير دي فيديو ديالك في يوتيوب. عندي لاباج ديالي الاوفيسيال كريم ملاقات جرافيتي. شكرا لك بزاف على هذا البرنامج اجيال. حتى نتوما الا بغيتوا تحضروا معنا في بلاطو ديال اجيال كتبوا لينا ميساج في لاباج ديال اجيال اللي كاينه في فيسبوك، والا ما جاوبناكمش راه غادي نجاوبكم غير حيت كيوصلونا بزاف ديال الميساج. بزاف ديال الميساج. شكرا بزاف، ميرسي بوكو. غادي نواصلوا مع الفقرات اللي دخلنا في برنامج اجيال، واول فقره جديده في هذه لا سيزون 2015 هي فقره جيك. شنو هي الفقره ياسين؟ هذه الفقره هذه غادي نضيف في كل حلقه غادي نهضروا على شي حاجه اللي عندها علاقه بالمواقع الاجتماعيه ولا بالسمارت فون ولا اي حاجه اللي عندها علاقه بهذا الدومين هذا. فهاد الحلقه هذه غادي نهضر لكم على السمارت فون. بزاف ديال الناس ما كيجيهمش النعاس بالليل، يا اما حيت كيبقاو يفكروا بزاف ولا حيت كينعسوا بالنهار. ماشي هذاك المشكل ساك. المهم دراسات ولكن واحد الدراسة أكدت مؤخرا دارتها واحد الجامعة اللي سميتها بنسلفانيا ستيت يونيفرسيتي. هاد الدراسة هذه تمشي لها الكارة دي. هاد الدراسة أكدت بلي أغلبية الناس اللي ما كيجيهمش النعاس بالليل. علاش؟ حيت كيخدموا بالسمارت فون ديالهم بزاف. دونك إلا بغيتوا تنعسوا مزيان ما تبقاوش تخدموا بالسمارت فون ديالكم واحد ساعة قبل ما تنعسوا، لأنه تكون هذوك الأشعة هذوك الأشعة كيأثروا على العينين وكيأثروا على الدماغ وكيخليهم ما كيكونش زين. سمعتي يا رشيد؟ كيزعجك انت البورتابل قبل ما تنعس؟ نو انا واخيلا هو اللي كيزعج البورتابل. لا اصلا انا في التليفون في الليل تنخليه ساكت شوية مع كيف رزطوني الناس وداك الشيء. كيعيط لك واحد مع الربعة يقول لك عاود لي نكتب. صنطفي وكنت هنا عندي تليفون عادي سوفانت سيكروس سوفانت سيكروس. خمسه نستغلوا الفرصه هذه باش نهضروا على المواقع الاجتماعيه لي ريزو سوسيو. واش عندكم اهتمام بهم وبلا سيب بوبليك اللي تيكون في المواقع الاجتماعيه؟ كتحاولوا انكم تبارطاجيو معاهم التصاور ديالكم او لا تكونوا كونيكتي معاهم؟ كونيكتي اي بيان سيغ بيان سيغ سي نورمال. يعني جو بونس كو اي فنان عنده لي فان ديالو عنده لي جون اللي كيتبعوه دونك سي نورمال كيعاون في لي كونتاكت. بيان سور كيعاون لي كونتاكت بيان ايفيدون باش بعد ما كتعطيهم شي حاجه هما الاولين كيعطوك الراي ديالهم بالنسبه لشي اغنيه ولا شي حاجه ولا شي سكيتش ولا شي حاجه. بحال هكا مزيان. انا مثلا كنقول سؤال في الباج عندي تنقول لهم علاش بغيتوني ندوي كلش كيقول شي كيقول ايبولا كراطا هذا من تما كنت انسبيرا وكناخذ افكار كنقاد حاجه مزيانه. الوغ حتى انا عندي واحد لاباج فيسبوك www.facebook.com/rachidrafer0. علاش زيرو؟ رشيد رافيق زيرو فوالا هادي ديالي حيت كاين شحال من واحد كيدخل بسميتي انا وفهمتي كيدير الباج ديالو كيبدا يلوح تصاور ما عرفتهمش انا امتى تخادو تيقول هضره ما كنقولوهاش حنا. يعني الله يهدي الشباب وليدات المسلمين. امين امين يا رب العالمين. غني كتوجد حاليا في واحد لو سبيكتاكل وان مان شو اولا ميوزيكال، بما انه سبيكتاكل كيجمع ما بين الموسيقى وما بين الهومور. شحال من انا كعارفه بانه ماشي يلا جات هاد لا كارير هادي ديال الهوموريست ديال غاني بانه شحال هادي. دابا غادي نسولكم واحد السؤال دابا اللي كيرافق بحال هاد الناس دابا كي غيولي ما يجي لا صراحه غاني عنده واحد الحس فوكاي صراحه. حنا يعني كنتلاقاو وكان يعني كنمشيو ميتين بالضحك اليوم تبارك الله عليه. انا تيق فيه غيكون داك الشيء ان شاء الله في المستوى الناس الاولين اللي غتلقاهم جالسين عندك في سا في بليزير. ما نبرزتك مول لا لا عرفت لا لا غير بجزتني غتعطينا شي تيك بيان ايفيدامون صاحبي غير كنتي حدايا بغا نخليك قول لي هو الحقيقه الشوز اللي هو مهمه هو انه هادشي كنا نديرو في الكواليس كنضحك مع الناس. يعني انا في الاول هادشي ديال الغناء تاهو بديتو غير بالضحك وبالتقليد دونك بالنسبه لي يعني ديال الفيس في الاول الفيس فوالا وبزاف الحوايج غادي يكون ان شاء الله في سبيكتاكل هادشي كله غادي يكون في سبيكتاكل. وكنعاود على بزاف الحوايج في حياتي وبزاف المراحل اللي دوزتهم في هذه 25 عام ديال الكارير. دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي غنهضر عليهم غنهضر على عائلتي غنهضر على شي حوايج الناس ما كيعرفوش بواحد الطريقه ديال الضحك. هما
انا ما كنتش غادي ندير هذه القضيه يعني صافي تقريبا عندي واحد السنين هما ناس فكاهين وناس في الفكاهه والاصدقاء ديالي اللي هما ماشي بالزعلية يعني حرجوني لواحد الدرجه باش يمكن لي ندير هذه القضيه. حتى واحد لقيت راسي في سبيكتاكل ديال ايكو لقيت راسي تيقول لي فوالا باش البروف ليك بانه تقدر دير هذه القضيه هو انه غادي دير غير الوان ما نشوف غادي تحاول تضحك الناس ما تغني ما والو. دونك بوندون تقريبا واحد 10 مينوت تقريبا داز الامور بخير ودونك تشجعت. واليوم خدام معنا طاليس عبد العالي المهار اللي هو واحد الفكاهه يعني بالنسبه لي انا مهم. ماشي هذا العمل ما كانش بغادي يكون الا ما كانش هاد الناس كلهم. كاين حميد داوسي في الموسيقى، كاين روبين، كاين لي بروديكتور اللي هو عبد اللطيف بوزوباع، وكاين القادري العزيز اللي هما الناس اللي خدامين ديغيغ توسا باش يمكن هذا السبكتاكل يكون ان شاء الله في المستوى. رشيد قول لي اخويا رشيد، واش كتشوف راسك فنان طول حياتك؟ اه علاش ولا علاش؟ بطبيعه الحال فاش كتعرف راسك انت توجهتي لواحد المساله والا انا كنبغي هاد الدومين، انا كنبغي الكوميك يعني كنشوف راسي فنان. علاش؟ حيت كنرتاح فيه، حاجه اللي كنا كنرتاحوا فيها كنبدعوا فيها بطبيعه الحال. دونك انا كنموت على شي حاجه سميتها المسرح والسينما والفن، يعني ربما تخلقت من اجل هذا الشيء وكنتمنى يعني من هنا لقدام تحل في بيبانها وفهمتي بيبان بزاف يعني باش نبانوا بواحد الصوره اخرى. حيت الشباب عنده طاقه في المغرب، عندنا بزاف ديال الشباب عندهم بزاف طاقات، يعني كاين مشكل واحد خاص اللي يدعم الطاقات ويدفع بهم لقدام. ميرسي والى اللقاء. نواصلوا مع الفقرات اللي معنا في برنامج اجيال وفقره انسوليت اللي فقره حتى هي جديده. شنو هي الفقره ياسين؟ الفقره هذه غادي نضرب كل حلقه نجيب لكم شي حاجه اللي وقعت في العالم اللي كتكون غريبه واحد شويه. فهذه المره هذه غادي نهضر لكم على واحد السيرك اللي كاين في طاليان. هذا السيرك هذا شنو داروا؟ كيف كتعرفوا باش تجيب الناس للسيرك خاصك تجيب لهم حيوانات اللي ما عمرهم شافوهم واللي ما عمرهم ما هذا السيرك هذا وعدوا الناس قالوا لهم اللي غادي نجيبوا لكم دي بوندا. وفاش جاو الناس بحال هكا وقالوا لهم ما شي بوندا عرفتها سوسيس سير. قالوا لهم غادي نجيب لكم دي بوندا نتا سوسيس صافي. قالوا لهم غادي نجيب لكم دي بوندا واون ميم طون قالوا لهم غادي يمكن لكم انكم تصوروا مع دوك لي بوندا. من بعد الناس جاو وكلشي فاش بغاو يتصوروا لقاو بلي هذوك لي بوندا ماشي دي بوندا ديال بصح، لقاوهم كلاب وسابغينهم ديروا لهم الصباغه باش ردوهم باللون ديال البوندا. ديال البوندا ويلي 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 شوما ما كانوش يديروا لهم بحال هكا. ايه ومن بعد نارت واحد الجمعيه ديال حقوق الحيوان اللي نارت وقالت بلي هذا اساءه للحيوان، لا انكم تجيبوا بوندا ولا انكم تجيبوا كلب تديروه بصفه بوندا هذا استغلال الحيوانات اللي ما خصوش يكون. فوالا ورفعوا عليهم دعوه قضائيه. مرة زيان اللي تقول للناس بانك غتجيب لهم باندا جيب باندا ما تجيبش كلب. بطبيعة الحال صافي الحيوانات هما حيوانات مساكنة خصنا نتعداو عليهم او لا الرفق بالحيوان وخص الانسان يكون يعني يكون قريب للحيوان يعني قريب سيرتو لي سيدي فهمتي الباندا كيتحبوا منه سوسيس غني ولا هو عنده الرفق يدير الرفق بالسوسيس. لا 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 ابار هادشي كان عندي واحد حد قطيطه مسميها رانيا عزيزه عليا ومسكينه مع المده وهذا كبرات وهذا وماتت وبقى ولادها قد يدخلوا فيها الوراثه صافي وقع السيزي ولا طلعت هادشي اللي هاني ولا رشيد رفيق لي بلاك ديالكم ملي كتجيبوا الانسبيراسيون ديالكم واش من الحياه العاديه ولا انت توتال قلت لنا رشيد بانك تطلب حتى من لي فان ديالك انهم يقولوا لك المواضيع اللي بغيتي تهضر عليهم؟ اولا انا كنبغي نشكر اللي تيكتب معايا اللي يعني تيخدم معايا ديال بصح بدر الجوهري هذا واحد الانسان عظيم وكنشكر كذلك محمد علي. الوغ عندي الحي ديالنا حنا فاش كتخرج كل واحد باش جاي باش داير هو فهمتي كل واحد وكيقول كلمه في شكل كل دار وعايشه موقف. دونك انا كنت انسبيرا غير من تما من الشارع من الشعبيه من السويقه من هذا فين دربكم نتايا؟ انا كنسكن في سباته في درب خالد في واد الذهب تما كاينين الناس علماء تبارك الله ما نعاودش ما شاء الله ما شاء الله وكنعتز بها كنعتز بها من طاقم ميسيون تبارك الله. غالي غادي تعطي لي ديتاي ديال حياتك في السبيكتاكل ديالك؟ بيان سور غادي يكونوا بزاف ديال لي ديتاي ديال حياتي بيان سور غادي نهضر على بزاف د الحوايج. معناتها الديتاي غنجيب معايا الديتاي اكزاكتومون غنجيب معايا الديتاي لكن بزاف د الحوايج انا جو مسيو انسبيغي بزاف
في الحياه ديالي والناس تما كاين بزاف ديال المواقف كيضحكوا كاين بزاف الناس كتلاقى بزاف ديال الحوايج اللي كيجعلوك انك كتضحك بهم وكتضحك عليهم ودونك غادي نبارطاجي هادشي مع فهمتي لايك مع الناس لايك غادي نوصلوا مع الفقرات اللي معنا برنامج اجيال فقره جديده سميتها كلمه الوغ غادي نعطيكم كلمه وانتم غادي خصكم تجاوبوني بكلمه وي ما تفوتوهاش واخا غادي نبدا برشيد نبدا برشيد هو عنده كلمه وندوز عندك فوالا سباته سباته هو بغى يدير ديسكو بغى يدير ديسكو الوالدين كل شيء دجاج بلدي دجاج باللوز غني لاسين ما في المونديالتو الكراتة الطفولة السعادة الشوكولا كيما زلف وحولة وغلغولة بلاش محمد البسطاوي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يرحمه فوالا الله يرحمه من هنا غادي ندوزو لكوكا من هنا نستغلوا هذه الفرصه باش نقدموا التعازي ديالنا للعائله ديال الصطاوي وكاع المغاربه لهذا السيد هذا اللي فقدوا المغرب كامل اللي عطى بزاف للسينما المغربيه فقدناه كاملين وبالنسبه لي ماشي غير فنان كان صديق وكان واحد الانسان اللي الحمد لله عمره ما خسر كان عندي يعني الشرف انني تلاقيت معاه في البلاطو اللي دوزنا انصوم في واحد لا سيري وكان واحد الانسان اللي هو اش غنقول لك يعني من الناس اللي هما قلال بالنسبه لي من الفنانين الكبار ديالنا والمغرب يعني فقد فنان كبير والله يرحمه ويجعل رحمه الله يرحمه والله يصبر العائله ديالك غادي نواصلوا مع الكود كور والكود جول في كل حلقه كنطلبوا من الضيوف اللي حاضرين معنا ان واحد يكون كود كور شي حاجه عجباه وكود جول شي حاجه ما عجباش غني انت الكود كور ديالك كود كور غادي نقول لكم بانه فاش كنحضر هذا لو سبيكتاكل تقريبا دي تقريبا اكثر من 3 موا مع عبد العلي المار كنهضر على بليزيوغ بارتي وكان والوالد الله يرحمه سكي كان اللي فقدنا غادي تقريبا بلوس دو 15 اون اي غادي في هذا السبيكتاكل غادي نهضر عليه بزاف وغادي نهضر على بزاف الحوايج يعني وهذه فرصه باش نقدم للناس شكون هو اللي كان الوالد ويعني كيفاش كان وعقل على واحد فاش كتكون بحال كلشي كيعاود يرجع لك دونك الطفوله ديالك وهادشي والواليد ديالي واحد النهار عمرني ما ننسى واحد النهار كنا جالسين انا وياه والوالده الوالد كان واحد الانسان اللي هو يعني في الدار كان عنده مكانه ديالو كبيره وكان عنده واحد يعني واحد الهره كان وكان يعني كان بريزون تري بريزون وواحد النهار الوالده هضرات معاه بواحد رفعات الصوت ديالها ما عمرني غادي ننسى هذه القضيه و سيتي اون لوسون بور موا لانه بغيت ندافع عليه هضرات الوالده معاه قلت لها علاش الوالده كتهضري هكا مع الوالد بعدا امها ماشي قدامنا قال لي واش انا كريتك انايا واش كريت تكون محامي ديالي قلت لي علاش الوالد قال لي شتي يا ولدي انا عرفت اش درت افيك تماما لو مال كو جو لي في جو لي بيان في اي لو بيان كو جي فولي لي فير جو لي مال في دونك هذه واحد القضيه اللي عمرني ما نساها سي بور موا لو كود كور دو سبيكتاكل سافا اتخ بون بيان كود جول ديالي انا نهار واحد النهار غادي مسخر باقي الوالد الله يرحمه عطاني الموتور قال لي غادي تمشي تجيب واحد الامانه وانا هذيك الامانه اللي غنمشي نجيبها جات في عوده قرعه ديال جافيل ديال 5 يطرو حر جافيل تيغسل مزيان فوالا غادي انا في الموتور غيتقطع لي الفران غيتقطع لي الفران مع البوليسي تيقول لي وقف وانا في عوده نكذبش عليكم ما عقلتش غنوض غنلقى راسي في السبيطار انا هنا البوليسي حدايا في الناموسيه هذه الحاجه رشيد واخا انت كود كول قبيله قلت لي واحد اللعيبه زوينه وقعت لك قولها لنا كود كور لا كود كول دو كور هذيك اللعيبه زوينه اللي وقعت لك لا حاجه زوينه اللي وقعت لي هي البنك نساو ثلاثه ديال الطريطات ما قايدهمش غني رشيد رافيق شكرا لكم بزاف فضلتكم برنامج اجيال غني لي دات ديال السبيكتاكل ديالك لي دات ديال اول حاجه بعدا هو شكرا اخر مره كتعيطوا لي مع النمره هذه لي دات ان شاء الله سي لو 16 جانفي ان شاء الله في لو ميغا غاما
اي لو 31 في المسرح مع الخميس في الرباط ان شاء الله 31 جانفي ان شاء الله غنشوفوا حنا كاملين نكونوا الصف الاول. انت رشيد رفيق رشيد رفيق عندك دي سبيكتاكل جايين؟ وي عندي ان شاء الله يكون في شهر جوج ان شاء الله، باقي دابا يلاه كنبريباريو كومينيكاسيون كذا هذا ان شاء الله غتكون شي حاجه زوينه وغتعجب الجمهور ان شاء الله. انا جاي تقيتني في الصف الاول. وما يخليكش الخدمه تكمل. يكمل شكرا لكم بزاف حضوركم برنامج اجيال. مرحبا. شكرا لكم نتوما على تتبعكم ونتلاقاو بكم امتى؟ نتلاقاو الحد الجاي كيف ديما، وما تنساوش تابعونا على الباج ديالنا في فيسبوك. صافي.